بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، واصل الحديث معكم في بيان الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج، قد سبق أن ذكرنا طرفا منها. ومن هذه الأخطاء أن بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس وجه المرأة، وهذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يغطين وجوههن عن الرجال وهن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر وضع عمامة أو رافع، فلا حرج في لمس الغطاء لوجه المرأة وهي محرمة. بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض أو النفاس قد لا تحرم، ظنا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض والنفاس، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، فإنها تؤخره إلى أن تطهر كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخرت الإحرام وتجاوزت الميقات بدونه فإنها إن رجعت إلى ذلك الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها، وإن أحرمت من دونه فعليها دم لترك الواجب عليها. وهناك أخطاء ترتكب في الطواف، فكثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرأها من مناسك، وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها ويرددونها بصوت جماعي، وهذا خطأ من ناحيتين: الأولى أنه التزام دعاء لم يرد التزامه في هذا الموطن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص. الثانية أن الدعاء الجماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفين، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه وبدون رفع صوت. وبعض الحجاج يقبل الركن اليماني، وهذا خطأ، لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل، وإنما يقبل الحجر الأسود، فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن أو يشار مع الزحمة إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه عند الزحمة، وبقية الأركان لا تستلم ولا تقبل ولا يشار إليها. بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله، وهذا غير مشروع، لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره، وفيه فتنة بمزاحمة الرجال للنساء، والمشروع تقبيل الحجر واستلامه مع الإمكان، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة ومخاطرة وافتتان. والعبادات مبناها على اليسر والسهولة، لا سيما وأن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع الإمكان، ومع عدم الإمكان تكفي الإشارة إليه، والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمات، فكيف يرتكب هذه المحرمات لتحصيل سنة؟ ومن الأخطاء التي ترتكب في تقصير الرأس في الحج أو العمرة أن بعض الحجاج يكتفي بقص شعرات من رأسه، وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك، لأن المطلوب التقصير من جميع الرأس، لأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، فهكذا التقصير يكون لجميع الرأس. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والذي يقصر بعض رأسه لا يقال إنه قصر رأسه، وإنما يقال قصر بعضه. ومن الأخطاء التي ترتكب في الوقوف بعرفة أن بعض الحجاج لا يتأكد من مكان الوقوف، ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة، فينزل خارج عرفة، وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبدا وقت الوقوف لم يصح حجه، فيجب على الحاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد من حدود عرفة ليكون داخلها وقت الوقوف.
يعتقد بعض الحجاج أنه لا بد من الوقوف أنه لا بد في الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرحمة أو الذهاب إليه والصعود عليه، ويكلفون أنفسهم عنة ومشقة شديدة، ويتعرضون لأخطار عظيمة من أجل الحصول على ذلك، وهذا كله غير مطلوب منهم، وإنما المطلوب حصولهم في عرفة في أي مكان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، سواء رأوا الجبل أو لم يروه. ومنهم من يستقبل الجبل في حال الدعاء، والمشروع استقبال الكعبة. وبعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا لا يجوز لهم، لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس، فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه به دم مع التوبة إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا بعرفة حتى غربت الشمس، قد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وهناك أخطاء ترتكب في مزدلفة، فالمطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء، ويبيت فيها فيصلي بها الفجر، ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف إلى منى. ويجوز لأهل الأعذار خاصة النساء وكبار السن والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم، يجوز لهم الانصراف بعد منتصف الليل، ولكن يحصل من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك. بعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة فيبيت خارجها، وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها. ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه به دم جبران مع التوبة والاستغفار. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.